الشباب عبد الوهاب جعفر اللاعب التهامي السابق ايضا سجل في البدايه 24 حيدر يحاول المرور او التمرير ممتازه في هشام لكن مقطوعه هنا الخطا والصافره كما يلقب بالدان الخليج لكن الحارس يتالق هنا الكره المرعوبه هنا ايضا المحاوله والتسديد العريشي الذي حصل على لاحظ لمسة حلوة ملعوبة للسلطان والسلطان يبدأ ويتخدى في الكرة الماضية هذا كانوسن إرسال كرات عرضية وملعوبة للنخلي وكرة هنا لمصعد كانوسن ديري وكانوسن ديري توصل لراضي نمطا للعامري والعامري مرة ثانية بالراس وكانوسن ديري ياخذ كرة خالد يحاول يمر ويعدي ولكن هنا يلعب الكرة للفريق في الدوري وفي كأس الملك كرة مرسولة عرضية في كارلوس سانديريا ياخذ كرة كارلوس